الحمد لله نحمده أن هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد المتقين ورسول رب العالمين والقائل عليه الصلاة والسلام: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أو كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال ربنا جل جلاله: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال ربنا جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله ربنا العظيم. أخواني، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى. آيات كربقين وتقوى ذا نقو تحريضنا يوم نقو بورنا يوم لما كو بكرو أدبئ بذيه إن بذن وكم ذا إلهي وحكو علقي وكوح لي رحمة ديس هي مغفرة ديس بالتقوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. واتقوا لعلكم ترحمون. كل جن رحمة الله بانبهنا، كل جن مغفرة نبهنا، كل جن إن إله نهنوني نبهنا، كل جن رب جن بانبهنا جل جلاله إنه نحفظيه إنه نإلاليه. كل هذه الأمور أمور تاس لما انتهت وحيكو حصل إيسا بتقوى الله وطاعته، تقوى إلهي. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا إن موضوع مشايخ ذوي كهل الدونان كسابسا قويسكا والأسرة وحقوق الزوجين وما إلى ذلك. أهم شيء وأقوله أسكو استاغيو أو طمأنينة يا راحائيو استقرار وكهليو وتقوى. آية ذهس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وآية محكمة وعامة وشاملة، لكن وحي مادين في سياق أرمها قوشك أي مادين، خاصة مركي ليس خلافه وصورة النبابة وحل إلى سورة الطلاق
وحي بك بالله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء علاجك أرنتاس أي سورة كهذا شيء إن بدن كهذا شيء أو أي تفصيل شيء كبعدنا جمل كان عام كإه شامل كإه شافقة بإلهي دحدقي ونلوشم مسلم كملك استكتابني ربي قابضوا باهنتاي كل حاجات باتاي محتاج إلى الله إلهي الباب كأد كأذيشو وحدوني شو كقاضنا يشو وقوت المامي وباب التقوى هذا قياس هان هذا إيربورت ماذا مثلا أما ما يلا تجر لقى قوسنا يعتمدين أما ما يلا دتكو أي كوش ممسيهين وحكدونا يانو لا بد أقعد بكويا لا بد أقعدات أما إيربورت كاتمد ولا بكم تروك للدون مدوا زحمة أو مد يردم بشوقو تمد وخلق يردم بكو روسن مدنا وافاضي وبنائه لا بد وكو بنائهين كد قليشة كجوابا ها مسلم كجواب متكفاضي قا إيه بنام بتجي سوما كان عليلي قد لبس عتانا ليش ما حقوت أظو مد عليه اللي كرسوما والله جاي أبغى قف يلا بيه تاجين ما تام سوما واسدا وقياس الله جل جلاله أدون كانوا حكر يدار السبب أسباب إن إلما الله لجورب إلى سبب وقديجي إن ما قرنا إشابير أنت نورك الراشين لقى صوصارته إلهي إن بير لقضى إلهي سبب كذي كم واحد سمايا والله تذكر حوما سمايا تذكر حوما أبوران أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تذكر دن أم قرومها مدو بيكوا كالتجاه دي شو تجان هل حبة وريش ما سمي كران حبة هرورة ما سمي كران لكن إلهي سبب ويا لي سبب تاسوا الزراعة والحرث وما إلى ذلك معظم رزقه إلهي سبب ودبرني صناعة أيوة وحيالها المصنوعات كه دتكو أي مرافق ذو ذا نورش ذو ذا يكوها جاجستان إذا السبب إله وسمه يوه صناعة وحكس إله سبب وياله تجارة المال كه يوه سبب من الأسباب رزقه هو الله ولكن هو سبب من الأسباب أسباب تهس ظاهر كأها وح قذلت أجنو الحجاب وطهي قدرة الله عز وجل ولذلك دتك مركب وحشك حق سمير الله الله توسيه وهجاجي المها إلهي بأبور هذا محمد أبورت نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون وهوش الأحمر يسنيك ينكت متاسلون ملسيني وحبورت أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون محمد أبورت وايدنك منك وحبور أنا قا وحبور نبا إلهي ليه هو شخص يده إيه دعائي هذا دون إله حبك أبور هذا دون حبك أبور ماي هو الخالق أفرأيتم ما تحرثون وسبب من الأسباب إله دقيقة واي لكن مركز دمبو سيوجرين أسباب تحس ظاهر كا بلتك تي وإلو بين كان وحبورين وإلهية مركز إلهي ليه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون بل أنت الزارع يا ربي نذكر حمص من كران مجرد إن مرها سيد الخير قال أنك بعد صبح إلى آخره لكن كانوا حبورا والله جل جلاله وماشى مركا من باب التعجيز تذكر أذو يدين أذو يديس أي ضروري تاعي حسوس شيسو وأذكر هذا شو أنت ذا الرزق أنا أدعو له من الرازق هو الله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه هرت إن أدوكته إنه إلهي الرئيب أنكره وضدك قدام وذا اللي أنا يان قاجل اللي أنا يان لعكت وذو حبوه متريشو هبك وذو حبوه متريو قرومه ذا ميدو بيكوه كالتك حبوه متريان كان أدونك وقول لعك بضن وحول بضن ميد لورنجري ملقت أو كمبيوتر كي ألاب تاسكو شغالي هل حبو اللاب توب هدي لوسو جرجر ولو يريو عنتو ما أنغنش هذا قاجل وذو حبوه بهي عنتو بهي عنتو ذا إساق ما سمين كرو الله ما سمين جل جلاله مركا إن أت أنت أكشف كيسود كهذا شو أضيقين سنتو إسكو صوتة ضوب وأسباب ليلة ظاهر كا وأسباب ظاهرة لكن الرازق هو الله إن التجارة شتو إن المال شرط وماها
بل هو سبب من الأسباب. إلهي هو كو أرزقك رادودون وكو ديك را إلا أدمرك هاد بكوتر أخترتك هو سبب من الأسباب. إلهي نوكو شافي وينو نوكو شافي إن نسقي لجرتا أشافي هو الله أخترك عم داوي أخترك وحبا ماشي فيه الشفاء من الله وهي يقين ربه. نبي قمر كله عليه الصلاة والسلام لا شفاء إلا شفاءك في باب الرقية في روانا كود عين يا يقين تينا وقلبي سكابورا وحليه لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. إلهي أكتيس كانسر يهرقبنا واشكمت هذه قوم بايقين هذا ماشي أقول لك تيما هنا وحل ليه عذر الله قرن ليه هي لك الله جل جلاله أمكه لدونا يحيي ميتا ميت بونولينا يا فكيف لا يشفي مريضا مريض سوء عافلين إلهي وحبكم آه. لكن أنا يقين تاني ضعيف نقطي أمور تاني ما اسكها اللوضي دعادي إني ما اسكها قلب قلب اسكها قشي كان إلهي بريان وحا ما شيء إنما منغا قلب ساهن ولاهن أن شكذي إن بابك لبدي الباب أن أصول نقضة لبدي كونتر مدنا اسكا بنان كامل باب الأسباب الظاهرة ومدي يردنبا دلتاغن شينه يا جبان كي يو جبا يا مريكان كي يو جرمل كي يو كوي اندها يرا كوي اندها ووينا كوي عد عدا كوي مدمدوبا الباب كان السبب الظاهر إلى هيك وحكسي الله وحكسي باعرين الوياه باب وحاجرة الباب كلا أو كونتر كلا جرة أو فاضي هو عدلاء إن يربا جوكت إن يربا قرانيسا وحاكد القرن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بركان ساس الله ما هم عن هذا سكفريستو هشقيسنا ضدب حلك كفسرايا مايا. وهذا النبي يقول له لو أنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نبي يقول مكسل يخمول بونو أبوري مركو سالة لا ما حقيقة النوشيقي توكل رب أحداد لا إيمان له هذين إلهي سيدا وشمبرها وقوذي وإذن قوذين لها أرورتي يدو بكلا لنون وعباها إن بيتكتا قلبتين يدو يعني محلو رنجري نركسن أيهي سون نقطة مزارة دي وشاقة تكتية ميل دي عدي تقاني هبل إلى هذا الشيء وهي سوش حاطة مدن مالي رزقي إلهي بعمل ساسا إلهي إذن رزوق إلهي بللي مركا باب كان هذا باب الزواج أرنتي شو أقوين واتقوى الله لأن دتك أن يشقونن أما هاي يشقانان إن ير أي شاك ير شقوت ما دام هول ير مساجد بي شقوي مادين معرفة لحدود مرتي مل بي وحكوا ذا برتان مل بي وحكوا ذا شقيان صحبة يرو قابن وي وشو صبر كران وشو دول قادن كران ميد بطبع عادن لكن لبدي يري هاي شلس يحدين وهاي شلس سوكعين وهل قول هوا ذا سيحدين وهل قول هكا صوب ذا مالها كوا ذا عنين وانا لبدون ولا بني آدم وي وناقص واي وكل واحد عيب كبوها ستر يدط إلا هذه حد الثاني كان ماشى كوكولنتين ملك ليش كمان كيسين عوراتك هذه خاص كوتها هذه يو تقوى ماشى وقومهم سنة لو بهاي الكوا مركا أنا شخصيا ما قرنا يوم مش هاخذ رجل وناقصين خير الله سيو لكن أنا مركا نفتي جديب عن أبارو تقوى اللي يقدونه يو في أهلي وأسرتي يو أمور تلقرمو والله واستحي وحشوني ما تورن مالها زاد قصص اللي جاش كيني كذا سحبت هذا قولي مركا تمدوا على سنتاي ما باب التقوى اهم شيء فيه بين الزوجين وحي الهي لقى جهلنا ووح وين ان ملك لقى هلي كريم قانتين ان لقوا قرو والهي اكتيس من القانتين لقوا قرو هذه زوجته ان لبرك عوده تكتاوي إذا قام الرجل فأيقظ امرأته وصلى صليا ركعتين لا بالركع كتبا من القانتين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شيخ ابن ندعى دعاء النبي بابا تعالى أو قرقا يعني سقف كاغا هوسيس تعالى هل كان كسوق بصؤونا نبي دعي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله دعاه مستجاب يودعي لبو دعي نني ناقص قبو دعي نك وحير رحم الله رجلا ودعاء رسول الله قام من الليل هبنك كعي فرض كيلو مجيد وسنة واي قيام الليل كعي فأيقظ امرأته زوجتي سكعي فإن أبت هدي ديده ويردد يشكل جسو
نضح في وجهها الماء بوجهك كغسيرا سي هردد اوغا كعيو دبدد وا كعدا مركاسي توكتا اسلام مركا حدنا و هو دعي غبدي كعدي ا ويشي ستي نكهدا كعيساي حدي او هردد اسكو اجينا بيها كوسيد لبدا سنبي و دعي دعاداسنا تحت سقف بيتك واي غرغا قولكا هردد اي كهوساي شا وليبا سو قادن وي و دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ديار وسائن فليو هرت نين كان وحب قبينا سجل لقى مرة بشيء كذا كم جرو لكن نين حاصل أردنا سمي كره نين حاصل أم بعد دعاء هلي كره يا على كل حال دعاء هاس نقابة حاسة هلا حسي شيء هذا أنا وركي وابكون دير أنا إسكسو قبل قبلي أم بالفولين إنه أنا قال إن شاء الله الله نوافجينا إننا نفتي الله وكل مية أم فولينه فولين تهكور لكن هشيش هكور مرة هشيش سيه شيء هذا إسلام تسيه شيء حيقولت هاي نبي محمد بعد دعاء صلى الله عليه وسلم سأدعاء يسوه هلا أرنتها نهر قلينه وأن خير كاسو كل مية سنه هذا هردة إسكولة جسد بيان كوكو شوبيا رلاهو هذه كانوا وده هذو هذا هردة إسكولة جسد بيان كوكو شوبيا مركي سالو هشيو أردت واحد قاعد لكن يقول نيشين هذا العاو بيوكو باللوضو مركي أنا اللي قبسنا زوما أو إلا توفيق